الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 19، فضل الرفق. درسنا اليوم حديث نبوي شريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث أعزائي الطلاب مطلوب منا إن شاء الله تعالى حفظ غيبا، أن نحفظ هذا الحديث غيبا إن شاء الله تعالى. المفردات والتراكيب، ما معنى زانه؟ زانه أي حسنه، شانه أي قبحه. نتعرف على راوي الحديث، هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. روت كثيرا من الأحاديث الشريفة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في أمور الدين، وكانت مضرب المثل في الزهد والكرم والعطف على المساكين. توفيت في المدينة المنورة سنة 58 للهجرة، ودفنت فيها. الرفق، ما معنى الرفق أعزائي الطلاب؟ الرفق ضد العنف، وهو لين الجانب، يقال رفق بالأمر يرفق رفقا، أي الأخذ بالأسهل. فهذا الإسلام الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به، لا تكاد ساحة من ساحات الإسلام إلا وللرفق فيها النصيب الأكبر والحظ الأوفر. الناس أعزائي الطلاب، الناس في حاجة إلى رفق، في حاجة إلى رحمة، إلى رعاية فائقة، إلى بشاشة، إلى ود يسعهم، إلى حلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم. لذلك الله، هناك نصوص شرعية في القرآن الكريم وآيات كثيرة وأحاديث نبوية كثيرة تحثنا على هذا الخلق العظيم، خلق الرفق. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الحديث هذا علينا بعد أن نحفظ هذا الحديث أعزائي الطلاب، ونحفظ أول الحديث، أن نفهم معاني معنى هذا الحديث، الكلام الذي جاء فيه، نشرح هذا الحديث. هذا الحديث يدعونا إلى خلق عظيم، يدعونا إلى خلق الرفق، وهو من مكارم الأخلاق. فعلينا أن نحسن تعاملنا مع الناس. لماذا؟ حتى ينعكس إيجابا على الأفراد والمجتمعات، أي أولا، وثانيا حتى نعيش بسلام وخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. فما معنى الرفق أعزائي الطلاب؟ الرفق كما هو مبين عندكم في الكتاب، تعريف الرفق هو اللين والسماحة بالقول والعمل في تعامل المسلمين مع جميع من حولهم من المخلوقات الحية وغير الحية. هذا تعريف الرفق. نتعرف الآن على أهمية الرفق. لماذا يا ترى علينا أن نرفق بالكائنات الحية وغير الحية؟ ما أهمية الرفق؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أعزائي الطلاب من الرفق؟ نقول هناك فوائد كثيرة وأهمية كثيرة وأهمية عظيمة للرفق. منها أن الرفق من الأخلاق التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ما دام أن الإنسان يتحلى بهذا الخلق، خلق الرفق، فالله سبحانه وتعالى يحب هذا الخلق ويحب صاحبه بإذنه سبحانه وتعالى. ثم من أهمية الرفق أن الأنبياء كانوا قد تحلوا بهذا الخلق، وقد وصف الله عز وجل نبينا محمد بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه الآية دلالة على أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، خلق الرفق. أعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق يجد بالنبي جذبا شديدا. يقول أنس: حتى أثرت حاشية الثوب في جسد النبي أو في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يجذب النبي جذبا شديدا ويقول له: يا محمد، أعطني من مال الله الذي معك. فيلتفت النبي إليه ويبتسم. انظر إلى الرفق مع هذا الأعرابي، فلم يسبه ولم يشتمه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيق في أمره كله مع الناس. كذلك من أهمية الرفق أنه باب من أبواب الخير التي تعود بالنفع على الإنسانية جمعاء. كذلك من أهمية الرفق أنه من حرم هذا الخلق فقد حرم خيرا كثيرا. دلالة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وكذلك من أهمية الرفق أعزائي الطلاب أنه من أسباب التحاب والتآلف، تآلف القلوب وزرع المودة بين الناس.
إذا كان هناك رفق بين الناس يكون هناك محبة، إذا كان هناك رفق يا أعزائي الطلاب بينكم كطلاب يكون هناك محبة بينكم ولا يكون هناك نزاع أو مشاكل. وأما إذا لم يكن هناك رفق فيما بيننا فتحل المشاكل والتباغض بين القلوب والعياذ بالله. هناك مجالات للرفق كثيرة أعزائي الطلاب، نذكر منها قسمين: يكون الرفق مع النفس ومع الآخرين، والأمر الآخر يكون الرفق في التعامل مع البيئة. إذا مجالات الرفق مجالين: في التعامل مع النفس والآخرين هي أولا، وثانيا في التعامل مع البيئة. في التعامل مع النفس، كيف يكون الإنسان رفيق مع نفسه؟ كيف أعزائي الطلاب يا ترى؟ الجواب بعدم تحميلها ما لا يطيق، ما لا تطيق مثلا، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك هذا الجسد له عليك حق بأن لا ترهقه إذا عملت عملا، بأن لا تتعبه ولا تكلفه فوق ما لا يطيق. كذلك ألا تتناول شيء يضر بجسدك ونفسك مثل الدخان والمخدرات وغيرها، أو قيادة المركبة مثلا. الإنسان إذا قاد هذه المركبة التي يقودها بسرعة كبيرة هذا لا يكون عنده رفق بنفسه ومن يركب معه، كذلك من الناس الآخرين. ثم الرفق بالآخرين، كذلك يكون الرفق بالآخرين ببر الوالدين والإحسان إليهم. كذلك أعزائي الطلاب يكون الرفق بالآخرين بحسن التعامل مع الناس، بصلة الرحم، حسن الجوار، أن تحسن إلى جارك، ما تؤذيه لا بصوتك ولا بأي شيء يؤذي. ثم عطفك عن الفقراء واليتامى والمساكين، هكذا يكون الرفق بالآخرين. وأما في مجال التعامل مع البيئة، هناك الرفق بالحيوان. كيف يكون الرفق بالحيوان؟ بأن لا نؤذي الحيوان ولا نعتدي عليه ولا نلقي عليه الحجارة. كلنا أعزائي الطلاب نتذكر ذاك الحديث الذي أخذناه في الصف السابع: امرأة دخلت النار، لماذا؟ بسبب هرة لا حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بالمقابل رجل دخل الجنة وغفر الله عز وجل له، لماذا أعزائي الطلاب؟ بسبب كلب، هذا الكلب كان قد اشتد به العطش فنازل هذا الرجل إلى البئر وملأ خفه ثم أمسكه بفيه ورقي وشرب هذا الكلب هذا الماء، فشكر الله له وغفر الله عز وجل له بسبب هذا الكلب. ثم الرفق بالنبات، يكون الرفق بالنبات بعدم قطع الأشجار مثلا، بأن لا نقضي الحاجة، أجلكم الله تحت ظل الأشجار التي يجلس تحتها الناس، بأن نغرس الأشجار، نغرس الأشجار كذلك. ورفق بالماء مثلا، عدم الإسراف بالماء، عدم الإسراف بالماء، أو إلقاء الحجارة على البرك وغيرها من مصادر المياه النقية. ثم الرفق بالممتلكات العامة، ممتلكات عامة سواء كانت في المدرسة بالمقاعد أو اللوح أو غيرها، علينا أن نرفق بها ونتقي الله عز وجل فلا نؤدي إلى هلاك هذه الممتلكات وفسادها وعياذ بالله. ثم المرافق العامة، كذلك الساحات والحدائق العامة والشوارع وغيرها، فعلينا أن نرفق بها ونتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الممتلكات. هناك نصوص شرعية كما تلاحظون أعزائي الطلاب، علينا أن نبين مجال الرفق، نستنتج مجال الرفق من خلال هذا النص. النص الأول يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس عليكم من الأعمال، يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون. هذا مجال الرفق أين يا ترى أعزائي الطلاب؟ الجواب يضع صح عند النفس، مجال الرفق بالنفس. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا مجال الرفق نضع صح عند الأسرة والأقارب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. كذلك مجال الرفق هنا بالأسرة والأقارب، نضع صح عند الأسرة والأقارب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هنا مجال الرفق مبين أعزائي الطلاب، مجال الرفق وين؟ في النبات. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. هنا مجال الرفق في الممتلكات العامة. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث أن أعامل الناس بالرفق واللين وأبتعد عن العنف والقسوة، ثم أقتدي بالرسول. علينا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه وتعامله مع الناس. ثم في الفراغ أعزائي الطلاب نكتب: النفس أمانة مثلا، يجب المحافظة عليها والرفق بها.
هناك أسئلة في نهاية الدرس أعزائي الطلاب نصورها لكم إن شاء الله تعالى حتى تحلوها إن شاء الله تعالى كواجب بيتي، نحلها كواجب بيتي إن شاء الله تعالى على دفتر الواجبات كما تعودنا. هذه الأسئلة، السؤال الأول إلى السؤال الخامس. وإلى درس آخر إن شاء الله نلتقي أحبتي وأعزائي الطلاب الصف الثامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الدرس 20، وعنوان درسنا اليوم هو زكاة الأنعام. والزكاة كما مر معكم أعزائي الطلاب في الصف السابع وفي الصف السادس عن موضوع الزكاة، ولو سألنا متى فرضت الزكاة، متى فرض الله عز وجل علينا الزكاة؟ الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، أي بعد الصلاة بخمس سنوات. هذه الزكاة أعزائي الطلاب، لو سألنا كذلك، هذه الزكاة هل هي من أركان الإيمان أم من أركان الإسلام؟ هل تذكرون أركان الإيمان؟ هل تذكرون أركان الإسلام؟ الزكاة أعزائي الطلاب هي من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالزكاة هي من أركان الإسلام. هذه الزكاة أذكركم كمان كذلك أعزائي الطلاب، لماذا فرض الله علينا الزكاة؟ ما هي الفائدة من أن الله عز وجل فرض علينا هذه الزكاة؟ أو ما هي حكمة مشروعية الزكاة؟ الجواب، نقول أول شيء سمعنا واطعنا يا رب، فرضت علينا زكاة، نقول سمعنا واطعنا يا رب، ثم نبحث بعد ذلك عن الحكمة. الله عز وجل أعزائي الطلاب فرض علينا هذه الزكاة لأنها تطهر نفس الغني وتطهر نفس الفقير. كيف؟ تطهر نفس الغني من البخل ومن الشح، وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. الفقير إذا لم يعطى من مال الغني يصبح عنده حقد وغل على ذاك الغني. كذلك من فوائد إخراج هذه الزكاة بأن هذه الزكاة تنمي مال الغني، تزيده. ما من غني أعزائي الطلاب يخرج من ماله زكاة إلا وينمى هذا المال ويزيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الزكاة تسد حاجة الفقراء والمساكين بإذن الله عز وجل. ومن فوائد إخراج الزكاة كذلك كما مر معكم في الصف السابع أنها حماية تحمي المجتمع من الجرائم، من جريمة السرقة، من الجرائم التي تحدث في المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الفقر والعياذ بالله. كذلك أعزائي الطلاب، الزكاة هذه مر معكم في الصف السابع بأنكم قد أخذتم الأموال التي تجب فيها الزكاة. هناك أربع أصناف من الأموال تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة، ويتبع لها النقود. وتذكرون ما هو نصاب الذهب؟ هل تذكرون ما هو نصاب الذهب أعزائي الطلاب؟ نصاب الذهب 20 دينارا ذهبيا، ما يعادل 85 غرام من الذهب. ونصاب الفضة 200 درهم، وما يعادل 595 غرام من الفضة. وكذلك النوع الثاني عروض التجارة مرة معكم في الصف السابع. وأما النوع الثالث أو المال الثالث الذي تجب فيه الزكاة هو زكاة الأنعام. بادئ ببدء أذكركم أعزائي الطلاب ما معنى الزكاة، مرت معكم كذلك في الصف السادس. الزكاة هي مقدار من المال فرضه الله تعالى على الأغنياء يعطى للمستحقين شرعا كالفقراء والمساكين. هذا تعريف الزكاة. ثم هناك مفهوم النصاب. ما معنى النصاب؟ النصاب هو قدر معلوم من المال قدره الشرع لبدء وجوب الزكاة، مقدار معين من المال. إذا وصل هذا المقدار وجب على صاحب هذا المال أن يزكيه، ويسمى النصاب، قدر معلوم من المال. ثم الأنعام، وهو عنوان درسنا اليوم. ما هي الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بذلك لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه. فلو سألنا هل الحمير والبغال أجلكم الله، الخيول والبغال والحمير هل هي من الأنعام؟ نقول لا، ليست من الأنعام. الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم. هذه الأنعام أعزائي الطلاب هناك شروط ينبغي أن تتوفر فيها حتى تجب الزكاة فيها، وهي شروط وجوب زكاة الأنعام. أولا أن تكون هذه الأنعام سائمة،
ما معنى سائمة؟ ما معنى سائمة؟ سائمة أي ترعى العشب الذي ينبت وحده معظم أيام السنة. فلو كانت هذه الأنعام الإبل والبقر والغنم لو كانت تعلف أي يعلفها صاحبها فلا زكاة عليها. أما إذا كانت ترعى العشب الذي ينبت وحده معظم أيام السنة فعليها زكاة. وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه أو بعباده المؤمنين، أن الإنسان إذا كان يعلف يدفع مصاري فلوس على هذه الأنعام في تعليفها ولا تأكل مما من العشب أو ترعى العشب الذي ينبت معظم أيام السنة فلا زكاة فيها. ثم الشرط الثاني أن تكون للنسل والدر، إذا كانت للنسل للتكاثر صاحبها، إذا كانت للتكاثر أعزائي الطلاب وللدر أي للحليب، هذه يجب الزكاة فيها. أما إذا كانت للحراثة أو للركوب أو كانت تستخدم لنضح الماء فلا زكاة فيها. إذا الشرط الثاني أن تكون للنسل والدر. الشرط الثالث أن يمضي على امتلاكها حول قمري، أي سنة قمرية 355 يوم، سنة قمرية خلاف السنة الشمسية. مرة معكم ما معنى السنة القمرية، ما معنى السنة الشمسية كذلك. إذا أن يمضي على امتلاكها حول قمري، أي سنة قمرية كاملة. ثم الشرط الرابع أن تبلغ النصاب المقرر شرعا. النصاب المقرر، ذكرنا النصاب قبل قليل، هو قدر معلوم من المال قدره الشرع. لماذا؟ لبدء وجوب الزكاة. نعم، الآن النصاب المقرر شرعا، ما هو النصاب المقرر شرعا لهذه الأنعام الإبل والبقر والغنم؟ الإبل النصاب المقرر لها 5 من الإبل، أي كل إنسان ملك 5 من الإبل، هذه 5 من الإبل إذا تحققت فيها الشروط الأربعة ذكرناها قبل قليل وجب على صاحبها أن يخرج الزكاة. كم على 5؟ عليها شاة واحدة، شاة واحدة من الغنم يخرج. ثم البقر، البقر نصاب البقر 30 بقرة، من ملك 30 بقرة فما فوق وجب عليه أن يخرج الزكاة. كم زكاة 30 بقرة؟ 30 بقرة كنا 30 إلى 39، عليها بقرة أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، وهذه تسمى تبيع أو تبيعة. ثم الغنم، الغنم 40 شاة، كل من ملك 40 شاة فما فوق وتحققت فيها هذه الشروط الأربعة وجب عليها عليه أن يخرج زكاة هذه الأغنام. فلو أن إنسان كان عنده 39 من الغنم، 39 شاة، هل عليه زكاة؟ لا يوجد عليه زكاة. إذا ينبغي أن تكون عنده 40 شاة فما فوق وتتحقق فيها هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. 40 شاة عليها شاة واحدة، من 40 إلى 120 شاة، من 120 إلى 100، من 121 إلى 200 شاتين، ثم في كل 100 شاة يخرج. الآن في عندنا هنا أعزائي الطلاب جدول موجود عندكم بالكتاب، هذا الجدول بيتكلم عن الحكم، عندنا حالات سنتعرف عليها، حالات أربعة، الحكم تجب لا تجب، مقدار الزكاة الواجب فيها. الحالة الأولى عند على 45 شاة وحال عليها الحول، كم؟ 45 شاة وحال عليها الحول، هل تجب فيها الزكاة أم لا تجب؟ كم نصاب كم نصاب الغنم؟ نصاب الغنم ذكرنا قبل قليل 40 شاة، إذا هو عنده 45 شاة، إذا تجب فيها الزكاة. كم زكاة 45؟ عليها شاة واحدة، عليها شاة واحدة، عليها شاة واحدة. الآن ثانيا، يمتلك زيد 6 من الإبل وحال عليها الحول، هل 6 من الإبل بلغت النصاب المقرر شرعا؟ 6، نعم بلغت النصاب، لن تجب فيها الزكاة. كم يجب فيها الزكاة؟ شاة واحدة كذلك، تجب فيها شاة واحدة. وهنا في السنوات السابقة كان كثير من الطلاب عندما نأتي أعزائي الطلاب بسؤال نقول كم يجب هنا في 6 من الإبل، يكتب لنا هنا واحدة، واحدة ماذا؟ واحد من الإبل أم واحد من البقر أم؟ إذن شاة، نقول شاة واحد عليها. هنا ثالثا، لدى سامي 5 من الخيول يستخدمها في حرافة الأرض وحال عليها الحول. هنا خيول، هل الخيول أعزائي الطلاب من الأنعام؟ نقول لا، ليست من الأنعام، يستخدمها في حرافة الأرض، ولكن أعزائي الطلاب هذه الخيول أجلكم الله والحمير والبغال ربما يكون عليها زكاة، ولكن ليست زكاة أنعام، إنما زكاة عروض تجارة. إذا كانت هذه الخيول والحمير والبغال تستخدم يعرفها صاحبها للبيع والشراء والربح، هذه عليها ماذا؟ عليها زكاة عروض تجارة. إذن هنا
لدى سامي خمسة من الخيول ويستخدمها في حرافة الأرض. لو قلنا هذه الخيول بيستخدمها للبيع والشراء لأجل الربح، نقول لك يكون في عليها زكاة، ولكن زكاة ماذا؟ عروض تجارة. لكن هنا لا يجب عليه زكاتها. لماذا؟ لأنه بيستخدمها في حرافة الأرض ليس للتجارة، وكذلك هي ليست من أنعام الخيول، الخيول ليست من الأنعام. أربعة، لدى جواد 35 رأسا من البقر وهان عليه الحول، هل بلغت النصاب المقرر شرعا؟ 35 رأسا من البقر، هل بلغت النصاب؟ نقول نعم، إذا تجب فيها زكاة. كم زكاة 35 موجودة هنا؟ بقرة، نقول بقرة أتمت، لا نقول شاة واحدة، نقول بقرة أتمت، بقرة أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، السنة الثانية، وهذه تسمى تبيع أو تبيعة. في 30 بقرة إلى 39 تبيع أو تبيعة، نوع من البقر يسمى تبيع أو تبيعة. ومن 40 إلى 59 مسنة، مسنة كذلك نوع من البقر بلغ عمره سنتان تقريبا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو درسنا اليوم أعزائي الطلاب، تعرفنا على معنى الزكاة، على معنى النصاب، وعلى معنى الأنعام وشروط وجوب زكاة الأنعام، ثم النصاب المقرر شرعا في كل من الإبل والبقر والغنم، ثم تعرفنا على بعض الحالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس إن شاء الله تعالى واضح. وهناك أعزائي الطلاب بعض الأسئلة في الدرس إن شاء الله تعالى نصورها لكم، وبعض الجداول حتى إن شاء الله تحلوها كواجب بيتي على دفتر الواجبات إن شاء الله تعالى، مثل هذا الجدول إن شاء الله تصوروا هذا، نصوره لكم حتى تحلوه كواجب بيتي إن شاء الله. وهذه الأسئلة كما تشاهدونها إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد وضح لكم الأمر واتضح لكم الدرس، والحمد لله رب العالمين. نتقي في درس آخر إن شاء الله.